هذه بوابة سوق سناو بولاية المضيبي، أحد أهم الأسواق التقليدية جاذبية وازدهارا بالمنطقة الشرقية من سلطنة عمان. تبعد نيابة سناو عن مسقط مسافة 195 كيلومترا، ولموقع سوق سناو المميز أصبح يجتذب زبائنه من ولايات المنطقة الشرقية والداخلية والوسطى، لذا فهو ملتقى أهل البادية والحاضرة، ويتوافد إليه التجار والمتسوقون خاصة أيام الإجازات والعطل الرسمية حين يكون التعامل في السوق على أشده. تصطف محلات سوق سناو عند الجدران من الداخل على هيئة مستطيل وأروقة ممتدة تنتهي بأربعة بوابات توصد عند التاسعة مساءً. سوق مليئة بمختلف السلع والكماليات المحلية والأجنبية، مدنية حديثة مع أصالة أنيقة محافظة. المرأة أكثر ما يشدها في هذا السوق محلات الأقمشة والأزياء النسائية والبخور والعطور التقليدية. تعرض محلات أخرى في سوق سناو الأزياء الرجالية من الإزار والدشداشة والمصر العماني. الملامح البدوية ميزة ينفرد بها سوق سناو، حيث يمكنك هنا وبين أروقة السوق مشاهدة هذه الجلسة التراثية من حياة البادية، حيث تقوم النساء بخياطة وبيع البراقع التي تعد جزءاً أساسياً من أزياء المرأة البدوية، والبرقع ملمح جمالي عند المرأة العربية افتتن به الشعراء وكان منبعاً لكثير من أعذب وأجمل الشعر العربي القديم منه والحديث. نصنع براقع، نصنع الحاجات اللي يبونها، نصنع الحاجات اللي يبونها مخلوها علينا. كيف صنع؟ خلاص التراث الاولي نخدمه، اللي نعرف له منه ولا ما نعرف له منه نودله. كيف تصنعوا البرقع؟ نصنع برقع خيطه ببره وخيطه بكرخانه، خياطه واحده بكرخانه وخياطه واحده خيطه ببره. ايش تسوي له؟ صبغه صبغه. ايش انواع البراقع؟ انواع براقع، شيء حمر وشيء سود وشيء بيض. كل حد مختص بشيء يلبسه؟ لا، كل واحد لبس مسومين كلها تلبسه. لأن المرأة البدوية متى تلبس البرقع عندك؟ ها؟ المرأة البدوية متى تلبس البرقع؟ بس برقع 200 ما تباه. ها؟ 200 ما تباه. يعني المرأة بنت صغيرة تلبس؟ البنت الصغيرة تلبسه من تاصل حدودي. ها؟ اللي هي حدود، من تاصل حدودي تلبسه، ومن دام اللي ما تلبسه. يعني؟ ما صير يروح، كلن على حد. 15 كلن على شيء، كلن على. كلن على كلن على صوب، ابي واحد، ابي واحد حد 14 وحد 15 وحد. طيب هذا اللون الاخضر ايش هو؟ هذا الصبغه
اي اللون الاخضر صبغه انتشر من هذيك اكين وصبغه فيها براقع ولبسها الحريم وتزينب. سوق سناو احد الاسواق التقليديه التي استطاعت ان تحتفظ بسحر وطابع خاص، سحر اسواق عمان القديمه. محلات اتبعت نظاما فريدا في صف البضائع، حيث تتداخل الالوان مع روائح البهارات الشرقيه. تشكل محلات صاغة الفضة نسبة كبيرة من دكاكين سوق سناو، فهنا عشرات من أمهر صاغة الذهب والفضة قضوا ربيع أعمارهم في صناعة الخناجر العمانية، ويقصدهم الزبائن من مختلف ولايات السلطنة. وتتفنن أنامل الصاغة في سوق سناو على زخرفة الخناجر وإضفاء اللمسات الجمالية عليها. تطلع هذا سوق سابق، سوق هذا من يورد فيه السح ويرد فيه القلب والبقر والبوش، لمن هذا الساعة 7 على الساعة 11. أول ما بدأ يبدأ الساعة 8 البوش والبقر والسلاح، والساعة 9:30 يبدأ القلب على الساعة 11، ويورد من الجزائر ويورد من صور ويرد من الإمارات ومن السعودية ومن قطر، كلهم يتشارى من هنا ويصدر هنا، يتشارى من هنا ويروح. عندك فلوس ما عندك روح حمل ويصبر عليك ويكتب في الدفتر، دلال يصبر عليك ودراع الدكان يصبر عليك من جد بعد سهل. أمانة وثقة ومبادئ تجارية متوارثة في سوق سناو التقليدي. وفي وسط هذه اللوحة الأخاذة من السوق ثمة جزء أصيل من ملامح الصحراء العمانية، ألا وهو الجمل، حيث تقام هنا المزادات على الجبال، فمنها ما يستخدم للحم ذات الجودة العالية والمذاق الشهي، كما أن هناك أنواع أخرى من الجمال ذات السلالات الجيدة يتم شراؤها لتدريبها على السباقات التي تقام في السلطنة، حيث تباع بأسعار باهظة. بابي 14 ريال، يا ثلاثين سمع يا بتنادي 130 ريال، بابي 14 ريال 130 ريال، بابي 14 ريال 130 ريال. دليلة 25 صار ما تخلص هدية 58. كمل تعد العرصة النقطة المركزية في سوق سناو والقلب النابض بالحركة والنشاط، فبين مزاد وآخر من مزادات السوق تباع في العرصة مختلف البضائع. وعلى الرغم من هذه النهضة الحديثة التي شهدتها السلطنة على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد ظلت أساليب الحياة والبيع والشراء في هذه الأسواق التقليدية العمانية كما هي دون أن تمسها المدنية بأي تغيير، فلا تزال القيم والعادات المتوارثة تدهش الزائر بجمالها وتثير المستمتع بسحرها التراثي الخاص. تبدأ عملية المناداة بالرسم، أي سعراً مبدئياً، ثم يرفع الدلال صوته بالسعر حتى يزيد زبون آخر في السعر، وهكذا إلى أن يستقر السعر على آخر زبون. Thank you.
على أطراف سوق سناو تباع الأسماك الطازجة التي تجلب يومياً من ولاية محوت والدقم والجازر. يمثل هذا النداء تقليداً متوارثاً في سوق سناو، فبعد إعلانه يبدأ مزاد الأغنام والماعز أو الجلب كما يطلق عليه في السوق، ويقام هذا المزاد داخل العرصة حيث يقف الناس على هيئة صفوف مستطيلة يمر عليهم الدلالون بالأغنام حتى يتمكن كل شخص على أن ينتقي ما يريد من الأغنام والماعز والمزايدة على الأسعار. كاتب السوق من مهامه تدوين السلع الصادرة والواردة والمبالغ المستحقة للسوق والدلال والبائع والمشتري. من أنظمة سوق سناو أنه يؤخذ مبلغاً بسيطاً من أسعار السلع التي تباع في العرصة ليسد بها حاجات السوق من الترميم ودفع رواتب الحرس الليلي وغيرها مما يحتاجه السوق، ويسمى ذلك المبلغ القعد. ويبقى سوق سناو منفرداً بنظامه، يتمتع بملامح مميزة هي مزيج بين البداوة والحضارة، تتعانق فيه الموروثات والتقاليد، ويقف شاهداً على أصالة هذا البلد العريق. Yeah.